تراجعت عائدات الشركة الوطنية للمحروقات الصناعات ب70% خلال العامين الماضيين. حسب الجوهري كان الانخفاض المستمر لأسعار البترول ما قد يدفع عملاقا مثل في افريقيا الى الاستدانة بحال تواصل أزمة أسعار الذهب الأسود. هذا ما كشف عنه اليوم وزير الطاقة فهد خضري الذي قال بأن لصناعات الحمدان إذا تدهورت أوضاع السوق النقدية أكثر. إذا كان نقص الموارد الخاصة بها غير كافية فيمكن أنها تذهب إلى مديونية كما تعمل كل شركة عالمية بقروض كما تعمل كل شركة الأجنبية. هذا الأول. ثانيا الاستعانة بالشراكة هو قانون المحروقات يسمح بالشراكة وهذه الشراكة لسنا في أول مرة شراكة في مجال المحروقات تم عبر قانون المحروقات والآن الشراكة لا تمثل إلا 4% من مساحة لو دومين ميني يدروك لاربي ناسيونال هنا هنا هناك الفضل هو في الشراكه والاهميه الشراكه هو انها تقلص بالنسبه لسوناطراك لو ريسك. وجرى ان تعيش كل الدول البتروليه من تهديدات وزير الطاقه اكد ان الجزائر مستعده حاليا للمشاركه في كل الاجتماعات التي من شانها انعاش الاسعار املا في التوصل الى حل توافقي بين الدول الاعضاء وغير الاعضاء في اوبك احنا نشجع ونؤيد كل المجهودات اللي من شأنها ان تعيد التوازن للسوق البتروليه وسنشارك في كل الاجتماعات اللي عندها هذا الهدف ومن هذا الاجتماع المارس حتى يؤكد على الاقل كمرحله اولى تجميد الانتاج. إذا كان هذا التجميد لمدة 3 شهور 4 شهور 5 شهور ما يؤديش بنتيجة سنكون مضطرين إلى المرور إلى المرحلة الثانية وهي الخفض في الإنتاج وهذا يجب أن يكون بمشاركة كل الدول المنتجة. وتعود الجزائر كثيرا على ما تسير عنه الاجتماعات المقبلة خصوصا مع تقلص فرص الغاز والبترول الصخري الأمريكيين وتسجيل عديد الشركات الناشطة في المجال بعجز مالي كبير قد يدفع الكثير منها إلى التخلي عن مستثمراتها في الوقت الراهن.